من أسئلة الكتاب ماتشت بروبلم 2 Construct the table of basic solutions and use it to solve the following linear programming problem. Maximize the objective function 30x1 plus 40x2 وعندنا 2 problem constraints و non-negative constraint. نبدأ بتحويل ال constraints ل inequalities ل equations بإضافة 2 slacks 2x1 plus 3x2 plus slack 1 equals 24. Second inequality 4x1 plus 3x2 نضيف لها slack 2 عشان نحولها ل equation. طبعا ال x1 وال x2 greater than or equals to 0 مش هتتغير، لكن احنا فقط حولنا الـ 2 inequalities لـ 2 equations والرقمهم 1 و 2. هو عايز يبدأ بالـ table of basic solutions، نحسب عددهم الـ number للـ basic solutions بيساوي كده الـ m equals to m plus 2 في m بلس 1 تقسيم 2، يعني ده هيساوي m بلس 2 4 m بلس 1 3 لان m ب 2 تقسيم 2 يعني 12 تقسيم 2 يعني 6 basic solutions. ننشئ الجدول x1 x2 slack 1 slack 2، عندنا 6 basic solutions هنكتبهم وبعدين نستخدمهم في ايجاد السولوشن، يعني نحسب قيم الاوبجكتيف فانكشن عند كل كورنر بوينت منهم، اما x1 بزيرو والx2 بزيرو، او الx1 بزيرو مع الs1 هي اللي بزيرو، او الx1 بزيرو مع الs2 هي اللي بزيرو، او تكون الx2 هي اللي بزيرو مع s1، او x2 مع s2، اخر شيء s1 مع s2. دول الـ6 basic solutions التيبل اللي طلبه وهنستخدمه في ايجاد الحلول. نبدأ بأول حل اللي هو x1 equals 0 مع x2 equals 0، ونحل الـ 2 equations اللي كتبناهم اللي هم دول هننسخهم ونستخدمهم كل شوية. هكتب الـ 2 equations وأعوض فيهم بالـ assumptions بتاعتنا. طالما الـ x1 والـ x2 بزيرو هقول from 1 وفروم 2 نقدر نجيب الـ S1 والـ S2. 2 times 0 يعني 0، 3 times 0 يعني 0 plus S1 equals 24، إذن الـ S1 equals 24. 0 من الـ second equation plus 0 plus S2 equals 36. إذن الـ S2 equals 36. إذن الـ first basic solution على شكل x1 x2 s1 s2 هيساوي 0 و 0 دول الـ assumptions بتوعنا، و 24 و 36 اللي حسبناه. الـ second solution هنفرض إن الـ x1 بزيرو والـ s1 هي اللي بزيرو، وهنعرف بعد كده ان الاسامشنز دي بتمثل كورنر بوينتس هنستخدمها في ايجاد الماكسيمم للاوبجكتيف فانكشن. هنكتب التو ايكويشنز بتوعنا، الاس 1 والاس والاكس 1 كلاهما في اول ايكويشن، فاسهل نبدا بيها 0 بلس 3 اكس 2 بلس
0 equals 24. إذن 3x2 equals 24. لو قسمنا الـ both sides على 3 يبقى الـ x2 equals 8. From 2 عندنا 4x1 يعني 4 times 0 plus 3x2 حسبناها بـ 8 plus s2 مش معلومة equals 36. إذن 24 مع S2 equals 0. إذن ال S2 equals 0 equals 36. إذن ال S2 36 minus 24 equals 12. إذن ال second basic solution على شكل X1 X2 S1 S2 هيساوي ال x1 ب 0 ال x2 حسبناها ب 8 ال s1 ب 0 ال s2 حسبناها ب 12. الثيرد بيزك سولوشن ال x1 ب 0 وال s2 هو اللي ب 0. التو ايكويشنز قدامنا الاثنين موجودين في السكند ايكويشن فنبدا بيها نشوف ايه الاسهل ونبدأ بيه عشان نقلل الخطوات. 4 times 0 plus 3x2 plus 0 equals 36. كده 3x2 equals 36 نقسم على 3 الx2 equals 12. نرجع للإكويشن الاولى عندنا 2 من x1 which is 0 plus 3 من x2 اللي حسبناها plus s1 مش عندنا هيساوي 24. إذن 36 plus s1 equals 24. إذن ال s1 equals negative 12. الثيرد basic solution على شكل x1 x2 s1 s2 هتساوي ال x1 ب 0 ال x2 حسبناها ب 12 ال s1 حسبناها ب نيجاتيف 12 ال s2 فرضناها ب 0. الفورث بيزك سولوشن المره دي x2 هي اللي ب 0 مع s1 بزيرو والتو variables موجودين في السكند equation. نقول from 2 4 من x1 يعني 4 الx1 مجهولة 3 من x2 which is 0 ده assumption plus s1 فرضينه ب 0 equals 24. إذن 4x1 equals 24. إذن ال x1 equals 6. السكند equation لا احنا خلصنا السكند from 1 دلوقتي from 1 يبقى عندنا 2x1 اللي حسبناها ب 6 3x2 اللي فرضناها ب 0 s1 اللي مش عارفينها equals 24. لا في مشكلة كده 4x1 plus 3x2 plus 0 equals هنا 36. يبقى هنا 36 يبقى الاكس 1 ب 9 معنى كده هنا ب 9 بلس 3 دلوقتي انا هشتغل على ال first equation 2 times 9 3 times 0 s 1 equals 24. اذا 18 بلس s 1 equals 24. اذا ال s 1 equals 6 يبقى الفورث
بيزك سولوشن على شكل x1 واكس2 واس1 واس2 equals. الاكس1 حسبناها ب9، الاكس2 فرضناها ب0، الاس1 حسبناها ب6، والاس2 فرضناها ب0، مش كده؟ لا، الاس1 هي اللي ب0، كده في مشكلة. مرة تاني الفورس بيزك سولوشن، احنا فرضين ان الاكس 2 بزيرو والاس 1 بزيرو وعوضنا في 2، يبقى 4 اكس 1 بلس 3 تايمز 0 اكس 2 بلس اس 1، لا مش اس 1 هنا، اس 2 طب احنا ليه بدأنا ب2؟ المفروض نبدأ ب1. الحل مش مظبوط، هعيده تاني من الاول. دلوقتي عندنا x2 s1 كلاهما موجود في السكند، لا في الفيرست ايكويشن، قول فروم 1. 2x1 مش عندنا x1 بلس 3 تايمز 0 بلس s1 which is 0 equals 24. اذا 2x1 equals 24، اذا ال x1 equals 12. دلوقتي نقول from 2، for x1 which is 12 3x2 which is 0 plus s2 unknown equals 36، اذا 48 بلس اس 2 ايكوالز 36، اذا الاس 2 ايكوالز نيجاتيف 12. يبقى الفورث بيزك سولوشن على شكل اكس 1 واكس 2 واس 1 واس 2 ايكوالز. الاكس 1 حسبناها ب12، الاكس 2 فرضناها ب0، الاس 1 فرضناها ب0، الاس 2 بنيجاتيف 12. الفيفث بيزك سولوشن، هنفرض ان الاكس 2 بزيرو والمره دي اس 2 هي اللي بزيرو، ونكتب التو ايكويشنز. الاكس 2 مع الاس 2 موجوده في السكند ايكويشن فروم 2، عندنا 4 اكس 1 مجهوله مع 3 0 مع 0 equals 36، يبقى 4x1 equals 36، إذا ال x1 equals 9. نرجع ل 1، بيقول 2x1 which is 9 plus 3 times 0 plus s1 مجهولة equals 24، إذا 18 plus s1 equals 24، يبقى ال S1 equals 6. يبقى ال fifth basic solution على شكل X1 و X2 و S1 و S2 equals. ال X1 حسبناها ب9، ال X2 فرضناها ب0، ال S1 حسبناها ب6، وال S2 فرضناها ب0. ال 6 basic solution، S1 equals 0 و S2 equals 0، وآدي ال 2 equations from 1 from 2. هنشيل ال S1 وال S2، نكتب ال 2 equations بدون slack variables لأن كلاهما ب zeros. 24، وهنا 4x1 مع 3x2 equals 36. نطرح مثلا دي 4 ودي 3، لو طرحنا 4 minus 3 هنلاحظ ان ال x2 terms هيتشالوا، يبقى 2x1 equals 36 minus 24 12، إذن الـ x1
equals 6. From 1 أو 2 نفس الشيء، نقول مثلا اللي هو 3 أو 4 يعني بعد ما شلنا الاسلاكس، نقول على سبيل المثال from 3 احنا عندنا 2x1 plus 3x2 يبقى 3x2 equals 24 minus 2 في x1 يعني 2 times 6 يعني equals 24 minus 12 اذا ال x2 equals 4 يعني 6 مع 4 اذا ال 6th solution على شكل x1 و x2 و s1 و s2 equals ال x1 ب 6 ال x2 ب 4 ال s1 ب 0 وال s2 ب 0. دلوقتي مفروض نكتب ال 6 basic solutions نفس اللي كتبناه قبل كده، ولكن نضيف عليه ال objective function. هناخد الجزء ده كده دلوقتي، عايز السولوشن مش بس الجدول. كوبي اقول اذا ذا افيلابل سولوشنز، عندنا 6 بيزك سولوشنز هنكتبهم دلوقتي وهنضيف عليهم الاوبجكتيف فانكشن. يعني قيمة الـ Objective Function هنحسبها بالمرة اللي هي P equals 30 X1 plus 40 X2. الأول نملى نكمل الجدول، هنكمله من الآخر للأول. هنا 6 مع 4، الـ 5th solution كان 9 مع 6، هنا 9 وهنا 6. الفورث كان 12 مع نيجاتيف 12، هنا 12 هنا نيجاتيف 12. الثيرد سولوشن كان 12 ونيجاتيف 12 ايضا. طبعا انا بملى الفراغات بالترتيب، التو كان 8 مع 12 وهنا كان 24 مع 36، 8 مع 12 24 مع 26. الobjective function P equals 30x1 يعني 0 plus 0 equals 0. هنا ال P equals 30x1 يعني 0 plus 40 x2 يعني 320. هنا في نيجاتيف، طالما في نيجاتيف يبقى الكورنر بوينت دي او النقطة دي مش من ضمن الحل، وهنعرف ان شاء الله في سيكشن 6.2 ان هي لا تمثل الحل عندنا، وشفنا في شابتر 5 ان لا تمثل نقطة داخل الفيسابل ريجن. نفس الشيء لان عندنا نيجاتيف 12. ال P equals 30 من X1 plus 0 لان X2 ب 0 يبقى 270. ال P equals 30 times 6 plus 40 times 4، محتاجة حسبة أكثر، 180 plus 160 يعني equals 340. دلوقتي عندنا 340 اللي هي أكبر قيمة، وفي عندنا كمان 270 و 320 وعندنا 0 وعندنا نقطتين خارج الفيسابل ريجن. هو عايز الماكسيمم، إذن الماكسيمم P equals 340 ونكتب له at x1 equals 6 x2 equals 4 ونكتب له كمان الـ slacks طلعوا بزيرو وزيرو.
يبقى وفي الاخر عايز يعرف مننا الماكسيمم بكام وفين، والكلام ده هنعرفه ان شاء الله بتفصيل اكثر في سيكشن 6.2.